مشاهدي قناة التاسعة مرحبا بكم من جديد. مازلنا مكملين حوارنا مع ضيفي الفنان الكبير المطرب اللي سلطن صوته وحضوره والكاريزما نتاعو طبعا فيصل الرياحي. الفقرة هذية نحكيه على الكاريير الفنية لفيصل الرياحي. قبيل حكينا على الغياب نتاعك وقلت لي هذا الريت نتاعي، قلت لك باش نرجعوا له في الفقرة هذه نحكيوا عليه بأكثر ديتاي. فيصل الرياحي فما انتاج قاعد ينتج، فيصل قاعد يمارس في ميدان اختصاصه في الحاجة اللي يحبها. أكيد طبعا أكيد فما انتاج، يعني تتسمى انتاج بيان سور كي تبدا حتى غنية في العام تتسمى انتاج. أي برشا أغاني محلولين ومفرتين ومازالوا ما تسكروش. تعرف الغنية كي تتحل والماكيت في استوديو يحب لها وقت باش تتلم خصوصا في الظروف هذية. لكن موجود. صراحة فيصل الرياحي كان بالإمكان يكون أحسن بياسر مما كان. أكيد طبعا تعرفش على القدر وما تعرفش على شو اللي مخبي لك، لكن كان ينجم يكون الواحد في ظروف أخرى كما كان ينجم يبعد كومبليتمون وشد ثنية أخرى، لكن أنا مرتاح وفرحة بالريتم نتاعك هكا اللي طبعا جو سوي بيان. مصر تجربة مصر اللي كل فنان يقول كان مشيت لمصر كانت يمكن حياتي تكون أخرى. مشيت لمصر أي مشينا مصر كما برشا فنانين مشينا وسجلنا، لكن ماك تعرف فما ظروف فما 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 زهر فما بخت فما فما فهمت فما ظروف تخدم الفنان وتخدم فهمت. لا 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 مش شرط تمشي لمصر باش تتشهر. مش بشرط مصر يعني طبعا مصر مصر تنجم تقاوم ولا ما تنجمش. انا وكان نغيب شهر على تونس ما تنجمش تبعد ياسر ندوخ على تونس ندوخ رغم اللي نحب مصر برشا. ايوا ديرنييرمون حفله في كارتاج 13 أوت 2012 مع لمياء الرياحي طبعا الفنانه الكبيره والصوت الكبير اللي نسلموا عليها. انتظرنا بدايه وعوده من جديد، يلا باش نرجع. لمياء الرياحي متوحشينها، فيصل الرياحي كيف شو صار؟ صار كان الخير، عملنا حفله مزيانه حلوه وكهو. راضي عليها؟ طبعا راضي كل الرضا. نلقاك مثلا تقول انه الحفله ما تصورتش شو؟ ما تصورتش علاش؟ لانه بالزهر نهارتها صارت هيك الخوذه نتاع 13 أوت عيد المرأة متاع 2012 شي. وشهبطت النساء الكل حبيب بورقيبة وتلافز الكل مشات غادي وما جاوش صوروا. مش مشكل كارتاج السنة ولا في دورات جاية إن شاء الله. علاش لا متفائل خير. أنا متفائل خير وجاي الخير إن شاء الله وجاي الخير إن شاء الله. نقدموا ملف الكارتاج ونقول انا مستعد نكون موجود فيصل الرياحي ولا خليني هكا بعيد؟ لا 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 مستعد وما عندي حتى قلق، بالعكس حتى من غير ملف. حتى من غير ملف والله ماني صححت قبيله ولا خلاص حتى من غير ملف انا جاهز. انا عاشق يا مولاتي. قديش نحبها بصوتك. ايوه والغنيه اللي لليوم بوليميك عليها. غنيتي تتسمى غنيتي خاطر انا اللي غنيتها الاولاني وانا اللي شهرتها ولليوم تتطلب مني انا بعد ولات معناتها سوق دلال ويجشري ويجبيع فهمت. هما تقريبا أغنية انا راني عندي ما عنديش البخت في قول عندي البخت مش ما عنديش البخت فيش بيان سور يعني انا معناتها غنياتي فيهم العسل. الغنية اللي تحط عليها يدك تولي مطلوب اللي غناها انا طبعا تتشرى بعدي وتتباع وما مش 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 عليش مش انا عاشق بركة اسم الله عليك يا لله من العين. اي طبعا ها لا لا ما نرجعش لا ما نرجعش حبيبي اي اليوم ها يا لالي قداش المجروح يدس صحيح يغنيوا فيها واللي يسالوهم يقول لهم تراث. كيفاش تراث وهي غنيتك؟ طبعا غنيتي انا مش تراث. كيفاش تراث تو هكا تراث وانا ما زلت ما رضت شيء. مال علاش المغالطه؟ علاش كاني ننساو فيصل الرياحي؟ مش مشكل هو هذاك بركتي انا حتى اصحابنا من الدومان ولا حتى من واحد ما يتذكرونيش. مش نشكي ولا واحد وقت اللي انا نسمي 4 5 6 الباهين نسميهم هما كي يتسالوا ما يتفكروش فيصل مش ما يتذكروش بوتيتر ما ينساو ما يساعدوش فهمت. وحتى اقرب الناس ليا يلوموني يزي ما عادش تذكر يا سي فيصل يزي ما عادش تذكر هم ما يذكروكش فهمت. ممكن خاطر انا زاد عندي ثقتي في ربي ثم في روحي. ثقتك في ربي ثم ايوه
فهمت؟ ما يقلقنيش باش نذكر فلان ولا فلتان ولا فهمت؟ تقال وخرج الخبر في فترة ما إشاعة يمكن أنه فيصل الرياحي يخمم في الاعتزال، يخمم في التصوف أكثر، الإنشاد الديني ما عادش يحب يغني. لا 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 هكا طوى فكرة الاعتزال أبداً. كان نعتزل نموت أنا فنان بطبيعتي، ما نجمش. كيفاش نعتزل؟ فكرة الاعتزال بعمري ما خممت فيها. نجمش أنا نعيش باش نغني ونعيش باش نقول باش نأدي، فما ما 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 تخطر ليش على بالي، خصوصا اني انا معناتها عارف وين نحط روحي. فهمت؟ تلقانيش فين وين يجي. مال علاش تحكيه هذا الكلام؟ علاش تقال؟ علاش يتقال؟ يتقال فيصل الرياحي باش تطلبوا ليه؟ فيصل الرياحي راه ما عادش يحب يغني. فيصل الرياحي هذيك حكايه اخرى عاد. هذيك حكايه اخرى، هذيك حكايه كبيره. ايه ما عادش يغني وما انت فما متعهد حفلات في تونس تقريبا الكبير فيهم بكل، وانا بحذاه في البيرو، فجاتوا جاوها كليونات على فرح او على حفله، فمن جمله الاسامي قالوا له فلان، وانا قاعد محذور. اي محذور وانا حاضر. والله العظيم امراه بسم الله ما شاء الله مذخمه وراجل معاها على شخوها وراجلها ناس كبار في العمر، سي فلان وانا حاضر. قال لهم لا لا فلان راهو ما عادش يغني، عامل شريكته على روحه. فهمت معناها؟ متعمد فما شكون ما عادش. والله العظيم حاضر وانا حاضر. وجعتني هذيك الحق. وجعت. اي وجعتني انا. بس موجوعه من الساحه الفنيه؟ لا موجوعه على الساحه الفنيه واللي صاير فيها. باش نسمي لك بعض الفنانين. لا ما فك علينا، فك علينا. راني جريء ونجم ندخل بعضي وندخلها الدنيا بعضها. فك علينا. على خاطر راني قلبي معبي برشا برشا. على شكون قلبك معبي؟ برشا 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 برشا. على المنتجين وعلى المنشطين وعلى الموسيقيين وعلى الفنانين وعلى الملحنين وعلى قلبي معبي برشا. يا بابا يا بابا يا بابا على اللي صاير وعلى الهلوله اللي صايره في الميدان الفني وفي الشيء اللي نسمعوا فيه والشيء اللي مفروض علينا والشيء. اخويا شو نقول لك؟ فم اغاني هابطه اكثر من معناتها مش تحت القاعه، في اعماق القاعه تسمعهم اكثر من الاذان في النهار. ما تراكاج كبير يا اخويا. اليوم نسمع في زكريا ولدي يغنيوا في غنى وبين، نسمع فيهم في معناتها متربين على علي الرياحي وعبد الوهاب وصالحه وعليا وغيره ويوسف التميمي يغنيوا في غنيات مساكن متأثرين عليهم. يسمعوا فيهم في المدرسه وفي الروضه وفي غيره وفي الشارع وفي الراديو وفي التلفزه. يمكن الوقت غير الوقت فيصل. الوقت نحن بلبزناه، نحن بلبزناه، نحن خمجنا الدنيا. قلبي معبي برشا. سايب علينا ما غير ما نسميه. انت قلت لي هك ري كملوا البرنامج بغنايه تختارها لي انت، مش خير من هك؟ الله اختار لي على كيف نكون. كمل البرنامج. كملنا بالله والله. تسمى خفيف ايه. كل واحد ياخو وقته. ننسى روحي وننسى جروحي لكن حبك ما ننساش. ننسى روحي وننسى جروحي لكن حبك ما ننساش. علاش تنسى حبي يا روحي؟ علاش تنسى حبي يا روحي وانت ما عندكش علاش؟ علاش الدمع والتنهيدة وانت اخترت تكوني بعيدة؟ علاش الدمع والتنهيدة وانت اخترت تكوني بعيدة؟ انت معايا ديما عنيدة ألومك ليا ما يوفاش. انت معايا ديما عنيدة ألومك ليا ما يوفاش. أني عطيتك فرصة جديدة، أنا عطيتك فرصة جديدة ومنا الغدوة يا من عاش. منا الغدوة يا من عاش.
شاء الله ديما نشوفك بخير ونحب نشوفك ونحب نسمع جديدك ونحب يرجع فيصل الرياحي كما نعرفه وكما توحشوا جمهوره. إن شاء الله يرجع الجو. إن شاء الله يرجع الجو. كما عشناه ونحن صغار قبل ويرجع الجو وتنظاف الساحة وينظاف الأمور الكل تشد بلاصتها. والفصل 80 على الساحة الفنية. شفتوا. شكرا لك فيصل الرياحي. ميرسي محمد ربي يبارك فيك. الله يخليك. شكرا لكم مشاهدي قناة التاسعة. نحن هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. يعني مع الفنان الكبير ضيفنا فيصل الرياحي نتقابلوا إن شاء الله لحد الجاي في حلقة جديدة مع ضيوف جدد في الاختيار. كونوا ديما أوفياء القناة التاسعة. ليلتكم زينة. تنويه: كل الآراء التي ترد في هذه الحلقة تمثل رأي أصحابها الشخصي من دون أن تتبنى القناة والبرنامج ومقدمه وفريق عمله أيا منها. مع تقديرنا لكل اسم شخص أو مؤسسة يرد ذكره سلبا أو إيجابا في هذه الحلقة.